معايا اتصال تليفوني من استاذه سمر، اتفضلي. السلام عليكم. استاذه سلمى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك عايزه اكلم الشيخ. مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. بعد اذن حضرتك، انا بما اني خريجه ازهر حفظت كتير من القران، ودلوقتي انا خلصت واتجوزت وعندي اولادي وكده، فانا نسيت كتير جدا جدا من القران. براجع دلوقتي، وكل سنة في رمضان أنا براجع وبختم أكتر من مرة، لكن مش عارفة أحفظ زي ما كنت الأول. تمام، سؤال عليا ذنب في ذلك. سؤال تاني حضرتك. اتفضل. أنا مرات قد لراجلين، يعني ما شاء الله، يعني كبار، فأنا بأمرهم بالصلاة، هم ما بيصلوش. وانا باكل وبشرب وكل حاجه تمام، امهم موجوده في البيت يعتبر، فانا دلوقتي هل عليا ذنب ان انا باكلهم او بشربهم او بختمهم وهم ما بيصلوش ومش مواظبين على كلامي في حاجه زي كده؟ تمام، شكرا يا استاذه سمر على اتصالك. شكرا لحضرتك. الشيخ هيجاوب على اسئلتك ان شاء الله. طيب السؤال الاول نجاوب. طيب، هي بتسالنا ان هي ما شاء الله تقريبا كانت خريجه ازهر وكانت حافظه قران كتير. ده حل جميع. طيب على يا جماعه، في حديث يروى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اعظم الذنوب ذنبا ان يحفظ العبد ايه او سوره ثم ينساها. ده حقيقي؟ ده موضوع كبير. ايه، انت واقف في نفس المشكله ولا ايه؟ ربنا يسترنا. احنا كلنا خريجين الازهر، احنا كنا حافظين القران في الثانويه، ولكن احنا نسيناه مع يعني شغلات الحياه. عايزين نقوله، اذا كان الله سبحانه وتعالى ذم الذين يهجرون القران، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجور. المشكله مش في فرض او سنه، المشكله انك حفظتي. هي دي المشكله. طب ما انا غصب عني نسيت. المشكله ان القران اصبح حجه الان، حجه عليا الان. انا حفظت وقرات والحمد لله، لقيت اللي ياخد بايديا. يا جماعه، انتوا دي نعمه كبيره. النهارده غيرك محروم منها، غيرك النهارده في سنك بيقول يا ريت ابويا وامي كانوا ضربوني وحفظوني القران، يا ريت كانوا علموني وانا صغيره وعملوا فيا كذا بس كنت حفظت القران. النهارده انا حافظين القران. طب ليه بنضيع النعمه ديت؟ ليه النعمه ديت اللي هي هتنفعنا في دنيتنا، في دنيانا؟ من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، وهتنفعنا في أخران، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، وهتنفعنا في الاثنين مع بعض، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، هتنفعنا في القبر. يا جماعة، جاء في بعض الروايات والآثار إن القرآن بيجي يوم القيامة ويدفع عند رأس العبد العذاب، ويوم القيامة بيشفع له كما جاء في الأحاديث. طب ليه؟ وصاحب القرآن بيلبس يعني الخير بيتعدى لغيره كمان، بيلبس أبويه تاجا يوم القيامة، تاج الوقار، بيحل حلة الوقار لأن ابنهم كان حافظ القرآن. فانا ليه؟ فعلى كل، احنا طبعا عايزين بقى الحل ايه؟ الحل فاتقوا الله ما استطعتم. احنا في شهر القران اهوت نقرا كتير، نراجع كتير. طيب انا لو بعد رمضان ما ينتهي وكل يوم بس خدت من السور اللي انا حافظاها سوره واحده وراجعتها كويس، يعني مثلا في الجزء الثالث سوره مثلا الصف مثلا، لو قعدت اديتها يوم كده كامل مراجعه هتثبت معايا ان شاء الله. مش لازم يجي مره واحده كله القران. يا جماعه، ما نزلش على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده، لم ينزل جملة واحدة، إنما نزل على مدار 23 سنة، وكذلك يعني لنثبت به فؤادك. يعني فإحنا مش هنقوله اتقوا الله بقدر المستطاع، بقدر الاستطاعة، جهد نفسك. وبعض الصحابة ما كانوش حافظين القرآن بالظبط، بس كانوا يعملون بالقرآن. ما هي دي اللي انا عايزه اتكلم فيها، ان انا اعمل مش احفظ، هو ده الفرق. انا المهم ما هو عندي لا نضيع. كان بعض الصحابه هم بيقراوا القران في رمضان قبل ما سيدنا عمر فضل 10 سنوات قبل ما بيخلص الايه، كان لازم يعمل بيها علشان يجيب الايه اللي بعديها. ده اللي حدث مع سيدنا عمر. طيب سريعا بقى نجاوب على السؤال الثاني عشان احنا معانا فيديوهات هنطلع ليها تقرير. طيب السؤال الثاني كانت بتسالنا ان هي بتعول بين هي زوجة ابوهم وبتعولهم. بص، هو طبعا انت لا يعني ليس من مسؤوليتك الشرعيه هنا انك انت يعني تنصحهم وتديهم نصيحه في عملت عليها. وجهي وخلاص، ده دورك. طيب انت بتسالي على ان انت بتنفق او بتطعم او كذا، ليس عليك حرج. نعم. ليس عليك حرج، يعني ايه؟ ان الينا ايام ثم ان علينا حسابهم. هم قضيه العباده بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت هتسالي او تحاسبي في اللي انت تقدري تعمليه معاهم. وده طبعا اكيد من لوازم البيت، لان انت دي مسؤوليه كلكم، فده مسؤوليه، ما فيش حرج ان شاء الله.